السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. عزيزي المزارع، أصدرت الزراعة نشرة بأهم التوصيات الفنية لشهر أبريل، وإليكم ما أصدره قطاع الإرشاد الزراعي من أهم التوصيات والمعاملات الزراعية لمزارع التين. أهم العمليات: المحافظة على انتظام الري خلال الموسم وعدم المغالاة في الري أو التعطيش والري في الصباح الباكر أو آخر اليوم مع مراعاة الظروف الجوية. كذلك يتوجب التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة وفحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة، والاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر ونهايات الخطوط في الحدائق التي تروى بالتنقيط. وبالنسبة للتسميد، في حالة الري بالتنقيط، الري الأولى كيلوغرامين من سلفات النشادر، والري الثانية 3 كيلوغرامات من سلفات البوتاسيوم ولترين من حامض الفوسفوريك، والري الثالثة كيلوغرامين من نترات الكالسيوم، والري الرابعة لترين من حامض الهيوميك. وبالنسبة للتسميد الورقي، يتم الرش ب 200 جرام من الحديد المخلبي و 200 جرام من الزنك المخلبي و 200 جرام من المنجنيز المخلبي، بالإضافة إلى 100 جرام من المغنيسيوم و 50 جرام من البوركس و 300 جرام من أستيمافول، وهذا لكل 600 لتر من الماء، وتكرر بعد شهر. وبالنسبة للري، يتم تقسيم الري إلى 3 دفعات في الأسبوع بمعدل ساعة في الري 3 ساعات ري، على أن يكون الري بالنظام الآتي: 20 دقيقة ري بدون تسميد، و20 دقيقة ري بتسميد، و10 دقائق غسيل للشبكة من التسميد مباشرة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.